بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. هنشرح من الدوكيومنتيشن بتاع developer.android.com أساسيات الجيتباك كومبوز. جيتباك كومبوز بيزكس. بيفور يو بيجين، قبل ما تبتدي تفهم الجيتباك كومبوز. الجيتباك كومبوز is a modern toolkit designed to simplify UI development. يبقى هي تول، أداة حديثة صممت عشان تقدر تبسط عليك عملية تطوير السوفت وير في الديزاين. حلو. طيب، it combines a reactive programming model with the consciousness and ease of use of the Kotlin programming language. بتستخدم لغة السينتاكس بتاع لغة الكوتلين. حلو. It is fully declarative, meaning you describe your UI by calling a series of functions. يبقى هي بتقدر توصفها عن طريق انك بتقدر تقول، تستدعي series of functions، مجموعة من الفانكشنز. كل function تبقى composable functions. هي دي الهيراركي اللي بتبني بيه ال UI بتاعك. That transform data into a UI hierarchy. بتحول البيانات بتاعتك وترسمها بـ UI. When the underlying data changes، أول ما بيحصل تغير في الداتا بتاعتك، the framework automatically re-execute these functions. الفريمورك نفسها بتاعت الـ Jetpack Compose Library بتعمل إعادة تنفيذ للـ Composable Functions اللي انت كريتها. Updating the UI hierarchy for you، وبتعمل تحديث للـ UI بالبيانات الجديدة. طيب، a compose app is made up of composable functions. الـ compose الـ application اللي معمول بالـ compose مصنوع من شوية composable functions. حلو. A function is all you need to create a new UI component. The annotation، في annotation اسمه add composable. حلو. ده بنكريته او بنستخدمه قبل كل function بنكريتها. طيب، ده بيعمل ايه؟ ده من خلاله بتقدر تانفوك، تقدر تستدعي functions تانية composable جوه الفانكشن اللي انت بتستخدمه. حلو. يبقى a function is all you need to create a new UI component. The annotation tells compose، بيقول ل compose to add special support to the function for updating and maintaining your UI over time. ان هو يحدث ويعمل صيانة للـ UI بتاعك على مدار الوقت. Compose lets you structure your code into small chunks. بتخليك تقسم او تبني structure للكود بتاعك عن طريق اجزاء صغيرة. حلو. Composable functions are often referred to as composables for short. الفانكشنز الكومبوزابل بشير ليها بالكومبوزابلز. حلو. يبقى لما نقول كلمه كومبوزابلز، ده قصدنا بالكومبوزابل فانكشنز اللي احنا بنكريت. طيب، by making small reusable composables، عن طريق ان احنا نكريت كومبوزابل فانكشنز صغيره. حلو. it is easy to build up a library of UI elements. من السهل علينا ان احنا نبني مكتبه لليوزر عناصر اليو اي اللي عندنا او اللي بنستخدمها في معظم الابليكيشنز. Each one is responsible for one part of the screen. كل واحدة منهم او كل جزء منهم مسؤول عن جزء معين من السكرين. And can be edited independently. واقدر اعدل عليه بشكل ايه منفصل او شكل ايه مستقل. طيب، in this code lab the term UI component, composable functions and composables are used interchangeably to refer to the same concept. يعني هيستخدم المصطلحات دي عشان يشير لنفس المفهوم اللي هو ال composable functions. هيشير ليها ب UI components، مكونات ال UI، او ال composable functions او ال composables، كلهم بيشيروا لنفس المفهوم. طيب، ال prerequisites يعني تبقى عارف ايه قبل ما تبتدي في الجيتباك كومبوز. لازم يبقى عندك experience او knowledge عن syntax بتاع لغة الكوتلين.
experience with Kotlin syntax including اللامداز. طيب what you will do هتعمل ايه في الكود لاب ده؟ In this code lab you will learn هتتعلم ايه هي الكومبوز, what compose is, how to build UI ازاي تبني UI باستخدام الكومبوز, how to manage state ازاي تدير الستيت بتاعت الكومبوزابل فانكشنز, how to create a performant list ازاي تكريت لستة ليها performance عالي اداء عالي, how to add animations ازاي تضيف animation للستة, how to style and theme an app ازاي تعمل style للtexts وتعمل theming للapplication بتاعك. You will build an app هتبني برنامج with an onboarding screen, اول حاجة في onboarding screen اللي هي السكرين الافتتاحية وفيها زرار continue لما يدوس عليها هيعرض له لستة من animated items عناصر بشكل animated والitem لما تدوس عليها يعمل expand ولما تدوس عليه تاني ادي ويلكم تو كود لاب ودي الاونبوردنج سكرين او لما بيدوس على كونتينيو بيفتح له لسته من شويه العناصر دي. هنكمل بقيه السكشنز المره الجايه.